السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنرحب بكم معايا في هذا الفيديو. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن صحه وعافيه. قبل ما نبدا معكم الفيديو ديال اليوم، بغيت نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم الايجابي مع الفيديو اللي وضعت على الحصول على الدرع الفضي، فدائما كنشكركم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غيكون كيخص بعض الناس اللي نظرا للظروف الماديه تيبنيو واحد الجزء ديال الدار وتيخليو باقي الطوابق في انتظار توفر الظروف الماديه. يعني مثلا اما تيبنيو غير السفلي فقط او السفلي وطابق وتيخليو بقيه البناء في انتظار توفر لهم الظروف الماديه. هاد الناس خاصهم يقوموا بمجموعه من الاجراءات باش دائما يحافظوا على الامكانيه ديال اضافه احد الطوابق بدون ما يوقع لهم مشكل في المبنى. كذلك كتشوفوا معايا الجانب القانوني، الا بغاو مثلا يسكنوا فداك الشيء اللي بناو في انتظار انهم يكملوا ممكن ياخذوا رخصه السكن المؤقته، فتابعوا معايا الفيديو في جميع التفاصيل. اذا الا بنينا واحد الجزء وبغينا نسكنوا فيه نستغلوه في انتظار اننا نكملوا باقي الطوابق، فاول مشكل اللي كيتطرح هو مشكل ديال التسربات ديال الماء من هذاك السطح المؤقت لهذاك المكان اللي حنا ساكنين فيه. يعني بطبيعه الحال في انتظار اننا نكملوا باقي الطوابق فاحنا غنستغلوا ديك الضاله ديال الطابق اللي حنا ساكنين فيه كسطح مؤقت. المشكل اللي كيوقع كيف سبق وذكرت هو المشكل ديال التسربات ديال الماء، فما كيبغوش الناس يعني يضيعوا واحد التكلفه باش يصوبوا ذاك المكان لانه مازال تابعه الخدمه. فالا خليتوا ذاك المكان هكاك يعني مجرد هذيك الضاله ف 100% غيوقعوا تسربات. اذا باش غنتفاداو هذا المشكل غنصيبوا الفورمه عاديه ديال السطح وغنصوبوا الزليج ولا لاموزيك. بالنسبه لي انا كنفضل انكم تصبوا لاموزيك، راه غنشرح لكم علاش. بالنسبه للخدمه اللي غنخدموا بها داك السطح المؤقت ما غتكونش بحال السطح عادي، يعني ما غنخدموش ديك لابونس او هذيك الميلان كيف سبق وشرحت لكم في الفيديوهات اللي خاصه بالسطح، فغنخدموها ميزان عادي. علاش؟ لان من بعد هذاك السطح المؤقت راه غادي يرجع واحد ليطاج اللي حنا غنستغلوه من بعد للسكن، فخاصو يكون ميزان، ما خصهاش تكون لابونس باش ما نعاودوش الخدمه مره اخرى. يعني غنخدمو السطح عادي ميزان وغادي نوضع له لاموزيك، ما غاديش نوضعو لابونس. غادي نستغلو المكان اللي غيكون فيه الحمام من بعد، غيكون هو القادوس ديال داك السطح. الناس اللي متابعين الفيديوهات ديالي من قبل تكلمت لكم ان السطح ضروري خاصو يتخدم بلابونس، وديك لابونس تكون مزيانه. عطيتكم حتى الدرجه ديال هذيك لابونس او هذيك المياله اللي خاصو تخدم بها السطح باش ما يكونش عندنا مشكل ديال تسربات من تجمع المياه في شي بلاصه من السطح. ولكن في هذا السطح المؤقت غنخدموه ميزان وغيكون عندنا واحد المشكل بسيط هو لون توسيان ديال كل مره. يعني في اي مره كان عندنا تساقطات ديال الامطار غادي يكون الجمع الماء غيتجمع لنا في شي بلاصه، ضروري خصنا نكونزولوه بشكل دوري. يعني ماشي ضروري في السور بلاص، يعني ممكن نخليو مثلا حتى ما تبقاش الشتا واحد نص نهار او نهار ونحيدو داك الماء اللي تجمع باش هكا نحافظوا على هذيك الضاله وما يكونش عندنا تسربات من بعد. علاش ذكرت لكم ان لاموزيك خاصكم تخدموا به احسن من الزليج؟ لان لاموزيك ايطونش اكثر من الزليج، يعني هذيك النسبه ديال التسربات ديال المياه في لاموزيك كتكون قليله مقارنه مع الزليج، خصوصا اننا دابا راه غنخدموا سطح عادي ميزان ما غاديش نوضعوا فيه لابونت اللي غتعاون المشكل ديال التجمع ديال الماء وبالتالي تسربات ديال الماء. اذا بعض الاشخاص غادي يجيهم انهم غيضيعوا واحد التكلفه في داك لاموزيك، فهي ما غاديش تعطي لكم. يعني نتوما غتستغلوا داك السطح كسطح مؤقت في انتظار انكم تكملوا باقي الطوابق. ملي غترجعوا تبغوا تكملوا باقي الطوابق داك لاموزيك ما غاديش تقلعوه، فقط غيجي المعلم غادي يبيكيه وغيخدم فوق منه الزليج اللي نتوما بغيتو او الرخام ولا اي حاجه بغيتوها. بغض النظر على هذا المشكل ديال التسربات، كاين مشكل اللي هو مهم ومهم جدا، هو مشكل ديك لاطونس او هذاك الحديد اللي كيبقى خارج. لان الا بغينا من بعد نكملوا باقي المراحل البناء خاص يكون عندنا دوك الحديد اللي كيكون خارج في جميع السواري اللي عندنا في الدار او لي بوطو، خاصنا نخليو واحد المسافه ديال هذيك لاطونس. يعني كتكون واحد الكالكول راه المعلمين ديال الحديد كيعرفوا شحال غيخليو باش هذاك الحديد اللي غادي يجي من بعد ديال السريه كيدخل في هذاك الحديد اللي خارج عندنا في السطح المؤقت. بعض الناس كيوقعوا لهم مشكل من داك الحديد تيديرونجيهم، فشنو كيديروا؟ يا اما كيقطعوه وعاد كيخدموا عليه الفورمه والزليج او لا موزيك، ولكن من بعد ملي غادي يجيو يبنيوه راه غيلقاو مشكل، ما يلقاوش ديك لاطونس ديال الحديد. يعني خاصهم يحفروا تيوصلوا ديك المسافه اللي بغاو، يعني غيكون هنا ضياع اكثر.
كاين واحد الفئه اخرى، يعني انا دائما غنحاول نخلي لكم هنا الصور باش نقرب لكم الفكره. كاين بعض النوع ديال الناس اخر شنو كيدير، كيتني داك الحديد، يعني كيتنيه وكيغطيو عليه بالفورما وبداك الشيء اللي بغاو، وملي كيبغيو يخدموا به مره اخرى كيحاولوا يصلحوه. فهذه العمليه عمليه خاطئه، وداك الحديد غيضيع وما يصلحش انه يكون لاطونس اللي غنخدموا عليها من بعد باقي الطوابق. بعض الناس اللي تيخليو داك الحديد هكاك، يعني تيقول لك ما غاديش نتنيوه ما غاديش نقطعوه باش نستغلوه، ولكن تيعرفوش يحافظوا عليه، يعني تيخليوه هكا عرضه للعوامل ديال الجو، وبالتالي هذاك الحديد غادي يصدي وغادي يوقع له واحد، يعني ما سقاش عنده واحد الكفاءه واحد الجوده، وما غيصلحش ايضا انه يكون حديد اللي غنخدموا عليه من بعد باقي السواري او بوتوياس ديال الدار. اذا الحل هو ان دوك القطبان ديال الحديد اللي كيبقاو خارجين عندكم في داك السطح المؤقت وحتى في السور ديال السطح المؤقت غادي نتغلفوها بلاكريس، يعني كلشي كيعرف شنو هو لاكريس، فكتشدوهم يعني كتغلفوهم كاملين بلاكريس. ممكن تكلفوا شي معلم يخدم ليكم او تخدموها بوحدكم، كتغلفوها بلاكريس كتغلفوهم كاملين وكتغطيوهم بداك التيو الاحمر ديال الضو، يعني اي تيو راه كيكون يعني الثمن ديالو رخيص بزاف، كتشدوهم وكتغلفوهم وكتحرقوهم من الفوق باش تفادوا ان التسربات ديال الماء يدخلوا لهذاك المكان. دائما غنخلي لكم هنا الصور باش تعرفوا، يعني باش توصل لكم الفكره اكثر. اذا هنا كتلاحظوا كندهنوا دوك القطبان بلاكريس، كنغلفوهم مزيان بلاكريس، هاد لاكريس كيحافظ عليهم انهم يصديو او توقع عليهم اي مشكل. وكندخلوا فيهم هكا تيو هذيك الجعبه ديال الضو، وكنتنيوهم من الفوق، يعني اما كنتنيو كنوضعوا الساق او كنحرقوا. انا كنفضل نحرقوا لان ديك اللصقه مع العوامل ديال الجو كضيع، فانا كنفضل انه يتحرق داك الراس الفوقاني من بعد ما نتنيو وكنحرقوه، هكا كيتسد من الفوق وما كيبقاوش يدخلوا يعني الامطار او اي عوامل اللي غتاثر على هذا الحديد. هذا اللي كتشوفوا معايا هو لاكريس. فالعمليه بسيطه وسهله. بالنسبه لهذا الحل يعني ممكن نوضعوا هكا وصافي ونخليوهم، الا كنا عارفين راسنا ما غاديش نبقاو مده طويله على اننا نخدمو باقي الطوابق. ولكن الا عرفنا ان الامر غيطلب منا مده طويله، يعني سنوات، يعني اكثر من سنه، فالحل هنا كيختلف. يعني غادي هنايا غادي نغلفوهم كما ذكرت لكم بلاكريس، ونوضعوا التيوبات ونغلفوهم بواحد البيطون اللي كيتسمى بالبيطون ميغر. شنو هذا البيطون ميغر؟ هو واحد البيطون افابل دوزاج دو سيمون، يعني واحد البيطون اللي فيه كميه قليله ديال السيمون، يعني بيطون عادي كيكون فيه رمله الكايا السيمون، ولكن السيمون كيكون الدوزاج ديالها او الكميه ديالها قليله. كنغلفوا بها دوك القضبان ديال الحديد، وملي كنبغيو نكملوا بقيه البناء فمباشره تنهرسوا هذاك البيطون وتنخدموا عليه، يعني تتكون العمليه سهله. دائما غنخلي لكم الصور على المشاريع اللي توضعت فيها هذه المساله من قبل غتشوفوها، فهي مساله عاديه وكتحافظوا على هذاك الحديد. هذا الفيديو وضعته بالخصوص لانني كنلاحظ الكثير من الناس تيبنيو واحد جزء من المبنى وما عندهمش واحد التكلفه كافيه باش يكملوا باقي الاجزاء، فما كيوقعوا في مشكل انهم كيفاش يحافظوا على داك المبنى في انتظار انهم يكملوا باقي الطوابق. مساله اخرى مهمه جدا، الا كنتو غتبنيو واحد الجزء من المبنى ما غاديش تسكنوا فيه، يعني فقط غادي نتسناو حتى تكملوا باقي البناء. فالحل يعني المشكل اللي غيوقع لكم فقط في المشكل ديال دوك القضبان ديال الحديد، خاصكم تغلفوهم كيف سبق وشرحت لكم في هذا الفيديو. ولكن المشكل ديال الضاله ممكن تخليوها غير هكاك، يعني ما يوقع لها حتى شي مشكل في انتظار انكم تكملوا ان شاء الله باقي المراحل. غادي نرجع للمشكل ديال السكن في هذاك الجزء اللي مبني، فلا بغيتوا تسكنوا فيه ضروري خاصكم رخصه السكن المؤقته اللي بها غادي يقدروا يدخلوا الضوء. يعني باش ندخلوا الدورة معروفة اننا خصنا ناخذوا رخصة السكن، ولكن الا كنا مازال ما كملناش باقي الطوابق ما غاديش يبغيو يعطيوها لينا. دونك شنو غادي نديرو؟ غنصلحوا واحد لافينيسيو اللي هي اللي حنا على قد جهدنا،
وغادي نمشيو نطلبوا رخصه السكن مؤقته. هذيك رخصه السكن المؤقته كتسمح لينا او كتخولنا اننا نسكنوا في داك الجزء اللي بنينا، وكذلك كتعطينا الحق في اننا ندخلوا الضوء لهذاك الجزء من المبنى في انتظار نكملوا باقي الطوابق ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي كنتمنى يكون مفيد ونال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم كما العاده ما تنساونيش من لايك. الا كنتيو اول مره كتشوفوا القناه عجبكم المحتوى ديالها اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش توقعوا دائما توصلوا بكل فيديو جديد. دمتم في رعايه الله والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.